واننا كمغاربه اولا ندين الاعتداء على فريق الرجاء البيضاوي لانه فريق لا علاقه له بالسياسه، وان الكره يجب ان تبقى بعيدا وبمنأى عن كل الصراعات السياسيه. اعتقد ان هذه يعني ما هي الا مناوره من المناورات الجزائريه التي تقوم بها القيادات او الجنرالات. تعرفوا ان الجزائر تقوم يعني فيها حكم جنرال وحكم عسكري، والحكم العسكري معروف هو حكم دموي، بمعنى ان حتى عندهم واحد الغيره من هذا الاستقرار اللي تنشوفوا حنا. يعني تلقاو مؤخرا ان غردايا عندهم كانت هناك الدماء، الاعتداءات الداخل، يعني هذا ليس غريب على على على, على واحد النظام اللي هو نظام عسكري اللي يحاول ان يشوش على السياده المغربيه. وهذا الملف ديال الاعتداء على الاخوان ديال اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي ما هو الا يعني كما قلت في الاول هو مناوره يريدون من خلالها ان يبينوا الراي العام، ان خصوصا القرار اللي خرج به بان كي مون مؤخرا على الطروحات الانفصاليه ورد بان المغرب يعني كان قرار حكيم ديال جلاله الملك انه تكون الاوتونومي او الحكم الذاتي، بمعنى هما يعني لم تهضم لهم هذه القضيه سياسيا او على مستوى الاستراتيجي للمغرب، وانه فيه الامن الامان ما كاينش المواقع في البلدان العربيه الاخرى، بمعنى انهم هذا نوع من 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 انواع الثار ومن انواع الخبث. وهذا الخبث هذا اعتقد انه يبين الوجه الحقيقي ديال 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 الجاره الجزائر، علما انك شعب مغربي مع الشعب الجزائري ما عندناش الاشكال، ولا على مستوى الثقافي ما عندناش اشكال باعتبار اننا رقعه جغرافيه واحده. وهاد الحدود اللي بيناتنا واللي الجزائر يعني تعنت كل مرة أنها في فتح الحدود أو لا في المسألة ديال الحل السلمي في الصحراء، وأن ما يقع من اعتداءات على الإخوان ديالنا في تيندوف، هادشي كامل المبتغى من ورائه هو التشويش على السيادة المغربية. وأنا أعتقد أن المغرب المغاربة هم يعني شعب اللي واعي تمام الوعي أن الجزائر يعني لا تهمنا في شيء، وأن ما تفعله لن ينفعها ولن يضرنا. وعلى خير دليل احنا ما بغاش نرجعوا كمغاربة مثلا نفكروهم بالأيام الخوالي، ولا تفكروا الأيام الخوالي يتألموا، وحنا ما بغيناش نألمهم. واعتقد أن هذه المناورات ديالهم خاصهم يكفوا عليها، لأن الآن المغرب غادي في المسار ديالو، رغم عندنا اختلافات داخليه، ايه هذيك راه ديالنا داخليه نختلف بعدنا، ولكن لا نساوم على الوحده الوطنيه ديالنا، ولا نساوم على الامن والسلام، ونرفض كل ما من شأنه ان يرهب المغاربه وان يزرع الخوف في المغاربه وان يشتت الوحده المغربيه، ولن نسامحها في اي حبه رمل من الاراضي الصحراويه ديالنا اللي هي ديالنا وحنا ديالها، والتاريخ يشهد على ذلك. وكل الطروحات الانفصاليه نرفضها، وكل الدعم اللي تدعم الجزائر بالنسبه للانفصاليه الداخل او الخارج نرفضه ونمقوته، ونرفض بشده ان هذا الاعتداء اللي تعدوا على الاخوان ديالنا ديال لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، لان اخر المطاف هي الكره، والكره لا تعرف حدود. وان من تنقولوا الكره يعني تنبعدوا كل ما هو سياسي وكل الصراعات السياسيه، علما ان نحن كشعب ولا كقياده، الملك محمد السادس هو يقول في خطابات ديالو ان اصبح يسمي بان الجزائر هي مسمار رجحة بين قوسين اللي يساهم في زعزعة الوحدة الترابية، وأننا كمغاربة كما أقول أكرر أننا تحت القيادة ديال جلالة الملك لن نسامح في حبة رمل، وأن كل المناوشات ديالهم لن ترهبنا، وتبقى سندافع بطريقة سلمية وسندعم طروحات الملكية من اللي طرحات يعني سياسة حكيمة ديال الحكم الذاتي. وأقول يعني من هذا المنبر أن الخبث الجزائري سينتصر عليه الحكمة المغربية، وشكرا لكم.